الرحيم. السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. مساء الخير، مساء الأنوار، مساء السعادة، مساء الحب، مساء النجاح، مساء الإنجاز، مساء الأمل على حضراتكم جميعا، وأهلا وسهلا في ملعب مختار التتش معقل النادي الأهلي بالجزيرة. هذا الملعب التاريخي يعانق كل هذه الإنجازات وكل هذه البطولات في دلالة جديدة على أن النادي الأهلي كما كان سيبقى دائما هو رأس القوة الناعمة الرياضية لهذا الوطن العزيز الغالي على قلوبنا جميعا. والمشهد ده كفيل الحقيقة أنه هو يقول لنا ليه 2023 أهل استثنائي فيها، لأنه ببساطة شديدة لو في أي فريق على مستوى العالم فاز ببطولة واحدة من هذه البطولات بيقيم الحقيقة العديد من الاحتفالات الكبرى تحقيقا واحتفالا واحتفاء بهذا الإنجاز، فما بالنا بكل هذا العدد من البطولات في 9 شهور. إنجاز تاريخي ورياضي لم يسبق له مثيل على مستوى العالم، ما كان ليتحقق إلا بعمل بناء وجهود مخلصة يبذلها كل منتم لهذا النادي العريق. فحق لنا، حق لكم، حق لكل منتم لهذا النادي أن يزهو ويسعد ويفخر بهكذا إنجاز. أهلا بكم، ودائما خير الكلم في البداية القرآن الكريم. بسم الله.
صدق الله العظيم. الحقيقة أنه احتفال النادي الأهلي الليلة مش احتفال عادي. سنخفف من اللغة العربية ونتحدث دائما من القلب كما اعتدنا في هذا المكان العريق، لأنه دائما نؤمن أنه أصدق الكلام هو ما خرج من القلب إلى القلب. هذا الإنجاز اللي اتكلمنا عنه الحقيقة واللي احنا في حضرته وفي هذا العناق ما كان ليتحقق إلا بجهود كبيرة وبناءة لكل الفرق الرياضية، لاعبين، إداريين، مدربين، جهاز فني. ناهيك عن منظومة النادي الأهلي من مجلس الإدارة شديدة الانضباط والرقي وجمهور ليس له مثيل على وجه الأرض. خلونا نحتفي ونحتفل بهذه الفرق الرياضية ونقدمها لحضراتكم لأن هم أصحاب الفرح وأصحاب العرس في هذه الليلة. ونبدأ بالألعاب الجماعية وفريق كرة السلة رجال الذي أدعوه للصعود إلى المسرح. فريق كرة السلة الحقيقة فاز بجملة من البطولات لم تحدث في تاريخ النادي، منها الدوري العام المرتبط رجال، الدوري العام للرجال، كأس مصر للرجال، بطولة أفريقيا البول، وصعود كأس العالم للأندية في سنغافورة في سبتمبر 2023 إن شاء الله بعد أيام قليلة يعني، بالإضافة للدرع العام لبطولات الرجال أولى زائد قطاع ناشئين. فهنيئا لهم وألف مبروك مدير الفني، لاعبين، كابتن الفريق، كل التحية على هذا الإنجاز. كابتن سيف سمير قائد الفرقة، احنا نسيبكم تاخدوا صورة تذكارية وبعدين عندي سؤال لحضرتك. شكرا جزيلا لحضراتكم، تقدروا تفضلوا. شكرا كابتن اوجستي، كابتن طارق الغنام، شكرا جزيلا. كابتن سيف عندي سؤال لحضرتك لو سمحت، نيابة عن أعضاء الفريق، كيف تحقق كل هذا الإنجاز؟ طبعا احنا المنظومة كلها يعني من كوتش أوجستي لغاية عم حامد كلنا كنا بقالنا سنتين مع بعض، بقالنا سنتين بنتعب، يمكن ده او بقالنا اكتر من سنتين كمان، يمكن ده باين في اخر سنتين. كسبنا كل حاجة الحمد لله، الناس كلها تعبت، مجلس إدارة كان مدعمنا بشكل كبير جدا، كل منظومة يعني احنا في النادي الاهلي متعودين ان هي احنا كلنا منظومة واحدة، فده يعني ده ناتج عن تعب دعم جماهيري كبير كمان. بالزبط. حضور جماهيري لكل المباريات على غير العادة يعني الحقيقة. بالظبط بالظبط، حتى باين في كان باين في بطولة افريقيا كان الناس كلها كانت موجودة، الجمهور كان كبير، فالحمد لله يعني. كل التوفيق. شكرا، تهانينا القلبية ولينا لقاء تاني إن شاء الله. بشكرك، شكرا جزيلا. أدعو الآن أيضا فريق السلة للسيدات. البطولات دول حققوا الحقيقة مجموعة من البطولات، في مقدمتها الدوري العام المرتبط للسيدات والدوري العام للسيدات، كأس مصر سيدات، كأس السوبر المصري للسيدات، منطقة القاهرة للسيدات. المجال لا يتسع الحقيقة لتعداد كل هذه البطولات، بالإضافة للدرع العام لبطولات السيدات أيضا قطاع ناشئين أولى وقطاع ناشئين. مبروك،
شرفتونا الحقيقة، وكالعادة يعني رفعتوا رأسنا، حاجة تشرف الحقيقة. ألف ألف مبروك للمدير الفني ولكل أعضاء الفريق. هناخد صورة تذكارية وبعدين هسأل دينا عمرو سؤال. دينا موجودة مش كده كابتن الفريق؟ شكرا لحضراتكم، إن شاء الله السنة الجاية نكون بنحتفل بعدد أكبر من هذه البطولات. دينا انت موجوده؟ انا قلت انت نزلتي ولا حاجه. دينا عمرو كابتن فريق السله للسيدات اللي قادت زملائها الحقيقه لتحقيق كل هذا الانجاز. جبتوا البطولات دي ازاي؟ هو اول حاجه بصراحه ده كان عهد من اول السيزون، من واحنا اصلا بنأهل في فتره الاعداد عموما كان عندنا تارجت ان احنا عايزين الخمس بطولات في النادي الاهلي ما يطلعوش. بصراحة السنة دي كمان عملنا إنجاز كبير إن إحنا موسم بلا هزيمة أصلاً، فخسرناش ولا حتى ماتش، فدي كانت حاجة كبيرة جداً جداً، وده يعتبر يعني أنا حققتها قبل كده من 4 أو 5 سنين، ودي تاني مرة إن أنا أحققها مع الفرقة اللي موجودة دلوقتي. طب أنت ككابتن الفريق حققتي قبل كده كم البطولات دي في موسم واحد أقل من 9 شهور؟ الخمسة قصدي حضرتك. دي تاني مرة. دي تاني مرة. دي تاني مرة. إنجاز متواصل. ألف مبروك يا دينا. توفيق، منتظرين المزيد إن شاء الله السنة الجاية. شكرا. الآن مع فريق كرة اليد للرجال. مبروك 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 على كل هذا الإنجاز، فريق يشرف الحقيقة وحقق إنجاز كبير. حضراتكم عارفين أنه فريق اليد السنة دي حقق درع دوري المحترفين للرجال، وأيضا كأس مصر للرجال، كأس السوبر المصري، وكأس السوبر الأفريقي. فتهانينا القلبية على هذه البطولات، كل التوفيق للمدير الفني ولكل أعضاء الفريق. صورة تذكارية، ولنا سؤال لإبراهيم المصري كابتن الفريق. إبراهيم، إبراهيم. شكرا جزيلا، بشكر حضراتكم، أستأذنكم تتفضلوا. إبراهيم بس هنسأله سؤال يبقى معنا بعد إذنك. إبراهيم، تو فريق امتداد لجيل عظيم لعب يد في النادي الأهلي، حتى على رأس الجهاز الآن أسماء كبيرة جدا كان لها باع طويل، مش عايز أقول أسماء يعني عشان ما ننساش حد، بدءا من ياسر لبيب مرورا بخالد العوضي وسامح عبد الوارث وغيره وأشرف عواض و السنة دي جمهوركم كان بيتابعكم بشكل غريب جدا، يعني جمهور النادي الأهلي كان بيتابع فرقة اليد كأنه يتابع فرقة الكرة. كان إحساسكم إيه؟ وإزاي قدرتوا تحققوا هذه البطولات؟ واحنا طمعانين في المزيد، 3 بطولات مش كفايه. بص، هو في عامه في مصر الكواليتي الهاندبول عالي، يعني منتخب مصر احنا رابع عالم وسادس عالم ورابع اولمبياد، فالموضوع في مصر مش سهل، الكواليتي عاليه جدا. يعني السنه اللي فاتت قدرنا نحقق الدوري، كان بقالنا فتره ما خدناش الدوري، وقدرنا الحمد لله نحقق الكاس بعدها باسبوع، وبعد كده السوبر الافريقي. السوبر الافريقي يعتبر اهم بطوله في الموسم عشان ده مؤهل لكاس عالم انديه. احنا هنلعب، فاتني ان اقول ان احنا هنلعب ان شاء الله 2023 بالسعوديه. بالظبط، احنا لعبنا السنه اللي فاتت كاس العالم الانديه، لعبنا السوبر جلوب السنه اللي فاتت كاس عالم انديه، والحمد لله قدرنا ان احنا نحقق مركز رابع، ودي حاجه كبيره جدا. احنا كان تحتينا فريق اوروبي، قدرنا ان احنا نتغلب على فريق بنفيكا البرتغالي، ودي حاجه مش سهله ان احنا نقدر نتغلب على فريق اوروبي.
السنه دي بنطمح ان احنا ان شاء الله نحقق ميداليه ونبذل مجهود اكبر، بحيث ان احنا يعني زي ما قلت لك الهاندبول صعبه شويه في مصر، الكواليتي عالي، عندنا اكتر من 4-5 بطولات، وعندنا السوبر جلوب اللي هو كاس عالم انديه. يعني السنه اللي فاتت حققنا 3، السنه الجايه ان شاء الله عايزين نحقق اكبر عدد، وفي كاس عالم انديه ان شاء الله نقدر نحقق ميداليه عشان نرضي الجماهير ونرضي نفسينا طبعا في الاول، ونرضي مجلس الاداره والنشاط الرياضي. فان شاء الله احنا ماشيين على خطه كويسه، عملنا فتره اعداد كويسه جدا، يعني ما فيش حد فينا اعتقد بيأثر سواء مجلس او لعيبه او جهاز او جماهير. فاحنا انا شايف ان احنا ماشيين على الطريق المظبوط، وان شاء الله السنه دي نحقق بطولات اكبر ان شاء الله. تعتقد السنه الجايه ان شاء الله نقف الوقفه دي بالخمس بطولات ويزيد؟ يا رب والله، يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. انا بشكرك يا ابراهيم، كتر خيرك، اتفضل. شكرا جزيلا. ابراهيم المصري كابتن فريق اليد لكره، كابتن فريق اليد للرجال. سيدات اليد مش اقل الحقيقه في تحقيق الانجاز من الرجال، ايضا نحييهم ونقدم لهم التهنئه على كل ما حققوه من انجازات، وادعوهم للصعود الى المسرح. فريق كره اليد للسيدات. فتيات في عمر الظهور الحقيقة يشرفوا، حققوا دوري عام وكاس مصر. ألف مبروك للجهاز الفني واللاعبين ولأعضاء النادي وأسرهم الحقيقة، ألف ألف مبروك. أنا أخذ صورة تذكارية أيضا. أعتقد إلهام عيد كابتن الفريق، مش كده؟ موجودة إلهام؟ شكرا جزيلا. هستأذن إلهام تبقى معنا في سؤال، ولنا عودة إن شاء الله في صورة تذكارية مع الكابتن محمود الخطيب بإذن الله. إلهام، إلهام من عائلة أهلوية تقريبا تلعب كلها كرة اليد، يعني الأهلي كمنظومة طفلك إيه وفكرة البطولة والإصرار على رقم واحد وبطولتين كافيين؟ والله يعني الحمد لله، طبعا الواحد سعيد إن هو في منظومة كبيرة باسم النادي الأهلي. كل يوم بنضيف حاجة إنجاز لينا كلينا إحنا شخصيا كاللي إحنا بنلعب في اسم النادي الأهلي وكده. فالحمد لله دايما النادي الاهلي بيعلمنا حاجات كتير، فاحنا دايما بنفضل متعلمين. الف مبروك. الله يبارك فيك. البطولتين الموسم اللي جاي يزيدوا، يعني في عدد اكبر من البطولات هنكون مشاركين فيها وبالتالي يزيد الانجاز؟ طبعا، يعني احنا اول مره في حياتنا او في تاريخ الفرقه ان احنا ناخد ثالث افريقيا. احنا كنا بنحلم ان احنا ناخد مركز الاول، بس احنا طبعا جايين من بعيد شويه عن بطوله افريقيا، كان الاحتكاكات فريق انجولا. بس ان شاء الله عندنا بطوله الشهر الجاي، مجلس اداره بيدعمنا من البطوله اللي فاتت والبطوله ديت، فان شاء الله نقدر نعمل حاجه ونخش مربع الذهبي ونحقق ميداليه ان شاء الله الذهبيه باذن الله. مبروك يا الهام، انا بشكرك. شكرا جزيلا. ربنا يخليك. كل التوفيق ان شاء الله. فريق الكره الطائره للرجال بطولتين وهذا قليل، ما يرضيش طموح جماهير النادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي، لكن الحقيقة كل الدعم وكل الثقة في هذا الفريق اللي عندنا ثقة إن شاء الله إنه سيعود للسيطرة على كل بطولة يشارك فيها، لأنه هو هذا دأب النادي الأهلي. أدعوه للتحية والتهنئة على البطولات اللي فاز بها الفريق الأول للكرة الطائرة رجال. Thank you.
كل التوفيق لفريق الكرة الطائرة للرجال الفائز في هذا العام بالبطولة العربية للرجال وكأس السوبر المصري أيضا، وننتظر البقية خلال العام المقبل. هناك سيطرة 10-11 سنة، عدد بطولات لا يقارن يعني، فكل التوفيق وننتظركم العام القادم إن شاء الله. تحياتي. الكرة الطائرة للسيدات، أدعوهم أيضا للصعود إلى المسرح احتفاء واحتفالا بما حققوا من إنجاز. أيضا مشرفين حققوا الدوري العام للسيدات وكأس السوبر المصري. ألف مبروك كابتن حمدي الصافي، نهلة ورفقها، تهانينا القلبية، ننتظر المزيد العام القادم إن شاء الله. شكرا لكم. اسمحوا لي أن أرحب بشكل خاص بفريق ذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة الذي يليه النادي الأهلي ومجلس الإدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب أهمية خاصة وبالغة. حصلوا على بطولة الجمهورية وكأس مصر. الحقيقة هي بطولات بدون كؤوس، لكن لأجل هؤلاء يعني تلعب الرياضة، ويحرص مجلس إدارة النادي الأهلي على تقديم كل الإمكانات اللازمة ليمارس ذوي الهمم رياضتهم المفضلة. شكرا ليهم إن هم الحقيقة بيدخلوا السعادة على قلوبنا. شكرا ليكم. شكرا يا مروان.
فريق الجمباز حقق بطولة الجمهورية عمومي رجال، أدعوه للصعود إلى المسرح أيضا لتقديم التحية والتهنئة الواجبة. شكرا لرجال الجمباز والجهاز الفني على هذا الانجاز، وان شاء الله ننتظر المزيد في العام القادم. شكرا لحضرتك. سيطره تامه في تنس الطاوله رجال وسيدات، ندعو الابطال ايضا للصعود الى المسرح. تنس الطاولة حقق الحقيقة الدوري العام للرجال، للدوري العام للسيدات، وأيضا البطولة العربية للسيدات. كل التوفيق. كابتن سيد لاشين مستعد بالمايك، بس احنا مش هنسألك بقى النهاردة، انا اكتفي ان احنا نقدم لك التهنئة بس يعني. شكرا ليكو، كل التوفيق، وننتظر منكم المزيد ان شاء الله في العام. شكرا. عن ألعاب الماء في النادي الأهلي حدث ولا حرج، سواء كرة ماء أو غطس أو سباحة. نبدأ برجال الغطس. كرة الماء، خلونا نبدأ بكرة الماء. كرة الماء. الوحوش دول حقيقة حققوا دوري وكاس، ما سابوش حاجة لحد تاني يعني، ألف مبروك. الوتر بولو أو كرة الماء في النادي الأهلي. هناخد صورة تذكارية. كرة الماء حققت دوري وكأس مصر للرجال. شكرا ليكم وكل التوفيق ان شاء الله، وننتظر منكم المزيد. شرفتونا كالعاده. عندنا انجاز كبير اتحقق كمان في الغطس والسباحه، هو يعني صديقي الجميل زياد يسري، مش كده زياد؟ محمد علاء عبد الستار كابتن الفريق. مظبوط. انت مستعد فلازم تقول لنا كلمتين، انا حقك عليا، ما ينفعش ما توجهش كلمه للكابتن الخطيب والمجلس الاداره والنوع. طبعا بشكر كل من ساند في الانجاز دوت. احنا يمكن بطوله الدوري كانت غايبه عننا بقى لنا فتره، والحمد لله السنه دي بمجهود اللعيبه والجهاز الفني ومساعده الاداره الحمد لله قدرنا نحقق انجاز كبير السنه دي، ان احنا ناخد الدوري والكاس ونجمع البطولتين دول مع بعض. والحمد لله السنة دي يعني يمكن الدوري جه بعد عناء بدون هزيمة، فالحمد لله يعني هايل. بشكر كل اللي ساندنا يعني. شكرا. الغطس والسباحة زي ما بقول لحضراتكم من جهاز ألعاب الماء حققوا أيضا جملة من البطولات هنقولها لحضراتكم بعد أن نرحب
بالأبطال على المسرح. تاريخ طويل وعريق الحقيقه لألعاب الماء سباحه وغطس في النادي الاهلي. خلونا نعد واحنا تعبنا من العد الحقيقه. احنا عندنا كاس مصر الدرع العام، ايضا بطوله الجمهوريه غطس، كاس مصر غطس وبطوله الجمهوريه للسباحه التوقيعيه، والدرع العام لسباقات سباحه المياه المفتوحه. الف مبروك. انا نسيت حاجه؟ تمام يا كابتن. تهانينا القلبية، ننتظركم العام القادم إن شاء الله بهذه البطولات وأكثر. كل التوفيق. تفضل. شكرا. رجال وسيدات الكاراتيه أيضا سيطرة، دعونا نرحب بهم على المسرح. لاعبي النادي الأهلي للكاراتيه رجال وسيدات. سيدات أو آنسات الكاراتيه ورجاله حققوا الدرع العام، دوري ممتاز كاتا للسيدات والرجال. ألف مبروك، تهانينا القلبية. الصورة تمام. شكرا جزيلا. تفضل. عندنا كمان التنس الأرضي الدوري العام أيضا عمومي رجال وسيدات، مش مخليين حاجة الحقيقة. السيدات حققوا انجاز اكتر من الرجاله، فعايزين نسمع لهم تسقيفه اكتر من الرجاله. معلش بعد اذنكم. تحيه واجبه. شكرا لرجال التنس ولسيداته، كل التوفيق ان شاء الله. تفضل. العاب القوه الحقيقه من الالعاب اللي النادي الاهلي حريص على دعمها وتوفير كل الامكانات لتحقيق مش بس البطولات، كمان فكره اعداد اللاعب الأولمبي. حضراتكم عارفين أنه دايماً الميداليات بتكون من نصيب الألعاب الفردية، فألعاب القوى حققت بطولة الجمهورية كاس رجال، بطولة الجمهورية درع العام رجال،
بطولة الجمهورية كاس سيدات وبطولة الجمهورية درع أيضا للسيدات، سيطرة تامة دوري وكاس. أدعو سيدات ورجال ألعاب القوى للصعود إلى المسرح. القوى رجال زي ما قلت لحضراتكم حققوا الدرع العام دوري وأيضا كأس مصر، كل التوفيق وننتظر منهم أبطال يشرفونا في الأولمبيات القادمة كالمعتاد بإذن الله. صورة تذكارية. شكرا لحضراتكم، تفضل، كل التوفيق إن شاء الله. ألعاب القوى للسيدات لسنا أقل من الرجال، والحقيقة أيضا سيطرة تامة على الدرع العام الدوري وكأس مصر، كل التحية والتهنئة. يا بنات التوفيق إن شاء الله. قالوا لنا حانت إيه اللحظة، شئنا أم أبينا كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى على مستوى الجمهورية، شئنا أم أبينا فالنادي الأهلي هو صاحب الجماهيرية العظمى، هو صاحب السواد الأعظم من حب وعشق جماهير هذا البلد الكبير. لا نقول نسب، لكنها الحقيقة لا يمكن أن تتحدث عن نسبة وتناسب أبداً بين جماهيرية النادي الأهلي في كرة القدم وبين أي نادي آخر في إفريقيا والمنطقة. وبالتالي ما تحقق من إنجاز هذا العام يفوق الاستثناء، نحن نتحدث عن استثناء، لكن المشكلة دائماً لدى جماهير النادي الأهلي ولدى مسؤوليه أنه الاستثناء يتحول إلى قاعدة، فيصبح الفريق مطالب بكل هذه الاستثناءات لأن هذه القاعدة، ولا شيء دون الفوز بكل بطولة يشارك فيها أو تحقيق مركز متقدم. خلوني أرحب بالفريق الأول لكرة القدم للرجال الذي فاز بخمس بطولات في هذا العام.
منظر يشرف. فريق الحقيقة وجيل محظوظ بلعبه للنادي الأهلي وبهذه الجماهيرية، وإحنا الحقيقة محظوظين بهذا العطاء اللامحدود، بدءا من المدير الفني كابتن مارسيل كولر وكل أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي وعمال حتى غرف الملابس واللاعبين، حدث ولا حرج، هم أصحاب الفرح دائما. ألف مبروك نادي القرن الإفريقي. نعد ولا تعبنا؟ نعد. كأس السوبر المصري 2020-2021، كأس السوبر المصري 21-22، كأس مصر 2021-2022، الدوري المصري 2022-2023، دوري أبطال أفريقيا 2022-2023. الجيل ده قدر يحقق النجمة الـ11. من سنتين كنا هنا في ملعب مختار التتش بندشن وبنحتفل بالتسعة والعشرة، لكن استطاع هؤلاء الأبطال إن هم كمان يدشنوا الـ11 اللي هنحتفل بيها وهم موجودين معانا دلوقتي حالا. مسؤولية كبيرة إنك تكون بتلعب كرة قدم في النادي الأهلي أو حتى أي لعبة جماعية، لأنه الحقيقة حمل قميص النادي الأهلي هي مسؤولية كبيرة جدا لا يقدر عليها إلا الرجال اللي بيقدروا يتحملوا الضغوط الحقيقة، لأنه جمهور النادي الأهلي الحقيقة زي ما قلنا ملوش مثيل على وجه الأرض. تنتهي مباراة اليوم يطالبك بالفوز في مباراة الغد، تنتهي هذه البطولة يطالبك بفوزه بالبطولة القادمة، وهلم جرا. حقيقة أنه النادي الأهلي ومجلس إدارته لا يبخل أبداً على الفريق الأول لكرة القدم بكل الدعم وكل الإمكانيات وبكل العناصر الحقيقة اللي تقدر تدخل السعادة والبهجة على قلوب جماهير النادي الأهلي، اللي مش محتاجين نكرر تاني أنها الجماهير الأكبر والأعظم ربما على مستوى العالم، ولا أكون مغالي أبداً ولا أكون مبالغ. تهانينا القلبية أبطال وألف مبروك، شكراً ليكم، شرفتونا، لنا لقاء تاني. هستأذنكم في قائد الفريق محمد الشناوي في سؤال وتقدروا تتفضلوا. شكرا لكم وننتظر المزيد إن شاء الله. مشهد مشرف. شاركت في كام واحد من دول يا محمد؟ طبعا السلام عليكم. الاول بشكر طبعا يعني الجمهور اللي موجود، يعني بشكر مجلس الاداره طبعا في الاول والجهاز الفني واللعيبه على البطولات دي كلها، واي واحد طبعا يكون مكاني بيبقى فخور في النادي الاهلي وبيلعب في النادي الاهلي، دي حاجة كبيرة جدا، واي حد بيبقى موجود في النادي عارف يعني ايه قيمة التيشيرت اللي هو بيلبسه، عشان كده الواحد بيبقى فخور بيبقى واقف هنا وبيحضر طبعا الحفل الكبير ده. وبشكر طبعا تاني مجلس الإدارة اللي هو زي ما حضرتك قلت ما بيخلش علينا بأي حاجة خالص، وبشكر الجهاز الفني اللي تعب موسم صعب جدا، بشكر اللعيبة اللي هم استحملوا الضغوط الفترة اللي فاتت، بس ديت سمة اللعيبة بتاعت النادي الأهلي وعارفين يعني ايه قيمة النادي الأهلي، حاجة كبيرة جدا، ودي حاجة بالنسبة لنا وبالنسبة للعيبة اللي موجودة واللي جايين جداد
بيعرفوا يعني ايه وبيشوفوا، والجمهور كله دلوقتي شايف يعني بالبطولات دي كلها، كله طبعا عارف يعني ايه قيمه النادي الاهلي. خدتوا اجازه؟ الحمد لله. فتحتوا؟ الحمد لله. عندنا كام بطوله خلال الشهور اللي جايه؟ يعني احنا ان شاء الله نبدا بكره، واول حاجه نفكر فيها في التمرين، وتاني حاجه على طول نفكر في البطوله الجايه على طول. عندنا موسم صعب، ارتباطات يعني كتير اكيد اصعب من اللي فات، وعشان كده اللعيبه ارتاحت كويس، وعندها بطوله يعني النادي الاهلي على طول ما بيخش في اي بطوله لازم بيبقى مركز، يعني البطوله بالنسبه لنا اهم حاجه، وان شاء الله اللعيبه تكون على قد المسؤوليه وعارفه يعني ايه اللي جاي، وعارفه اللي جاي اصعب من اللي فات. فوز او انتصار، دول الخيارين بس اللي الاهلي بيلعب عليهم مش كده؟ حاجه زي كده. عديت يا محمد، عديت بطولاتك، عملت حصر يعني في قائد للنادي الاهلي حمل كؤوس ودروع وبطولات اكتر من الشناوي؟ ان شاء الله اعد بقى بعد ما اخلص ان شاء الله، يعني مش عايز اعد دلوقتي عشان لسه في بطولات جايه، وهدفنا اللي جاي خلاص احنا ننسى اللي فات، واللي جاي ان شاء الله نفكر فيه، عايزين نجيب بطولات اكتر واكتر لجمهور النادي وللنادي. ده الفتره اللي جايه احنا مشغلين عليه وبنشتغل على طول، اهم حاجه زي دي الجملة اللي خلاص احنا تعودنا عليها، اهم حاجة الماتش الجاي تفكر فيه في البطولة الجاية، ده على طول اللي هنفكر فيه اللي جاي يعني. ان شاء الله. انا بهنيك، انت قائد نموذج الحقيقة، وابن من ابناء النادي الاهلي المخلصين اللي بننتظر منك ومن زملائك الكثير ان شاء الله، والفوز بكل الارتباطات والتزامات القادمة. تهانينا شناوي القلبية. بشكرك وبشكر تاني الحضور اللي موجودين، وبشكر الجمهور، وبشكر الجمهور بيتفرج علينا في التلفزيون اكيد طبعا، وبشكر الجهاز يعني الجهاز الفني واللعيبة اللي كانوا رجالة، يعني بصراحة أدوا موسم صعب جدا، وبشكر مجلس الإدارة اللي هو على طول في ظهرنا، وبشكر الجمهور، وبشكر كل الحضور. شكرا، كل التوفيق. شكرا جزيلا محمد الشناوي. 2023 أهلي استثنائي. طبعا إجابة قطعية بنعم. طب ليه؟ خلونا نشوف الأسباب والحيثيات في فيلم تسجيلي سريع أعده زملائنا الحقيقة بمنتهى الحب والإخلاص في إدارة الإعلام. الأصل أن تكون أهلاوي، هذا ما صرح به زميلنا الإعلامي القدير يعقوب السعدي، وهو إقرار بواقع الحقيقة. يعني حتى أولئك الغير المحظوظين اللي بيتجهوا أو بتفتنهم العاطفة بتشجيع فرق أخرى، في تقديري وقد أكون مخطئ أزعم يعني إن هم بيكونوا سعداء جدا وحريصين على توجيه الأجيال الجديدة من الأبناء لتشجيع النادي الأهلي لتجنب حالة الحزن ربما، أو لاكتساب قدر كبير من السعادة من صانع السعادة النادي الأهلي. فهنيئا لجماهير النادي الأهلي بهكذا منظومة. والحقيقة احنا لما بنتكلم عن فكرة قوة مجتمع أو قوة أمة، فهي بتتشكل من مجموعة من المؤسسات اللي بتمثل ما نسميه القوة الناعمة أو القيمة المضافة اللي بتضيف لهذا الوطن. وإذا كنا محظوظين الحقيقة بانتمائنا لهذا البلد الغالي والكبير والعزيز على نفوسنا جميعا، مصر الكبيرة، فبالتأكيد مؤسسة شديدة الرقي والانضباط زي النادي الأهلي بتمثل جزء من هذه القوة الناعمة. أول درس في التاريخ بيتعلموه الحقيقة الأطفال في مختلف دول العالم حتى في الولايات المتحدة الأمريكية هو عن التاريخ المصري وعن الحضارة المصرية. أديب نوبل يتحدث عن مصر فيقول نجيب محفوظ إنه مصر جاءت ثم جاء التاريخ، لذلك من حقنا أن نفخر بوطننا ومن حقنا أن نفخر بأهلويتنا وبهذا المجتمع وبهذا أو بهذه المنظومة شديدة الرقي والانضباط زي ما قلنا. عايز أقول لحضراتكم، وده إقرار الحقيقة بواقع يعني لا نجامل أحد، إنه هذا النجاح ما كان ليتحقق فقط بمجرد جهد بدني فني فكري حتى استراتيجيات، ولكن هناك شركاء للنجاح كانوا حريصين على مد يد العون للنادي الأهلي لمساعدته وأيضا لاستفادة من جماهيريته واسمه الكبير، ما نسميهم الرعاة وأنا أسميهم الشركاء، لأنهم شركاء العمل والمصير والنجاح وكل إنجاز تحقق. الحقيقة من الأهمية بمكان أن نقدم لهم التحية الحقيقة وأن نستمع إلى بعض ممثليهم في هذه الليلة، وسنبدأ
بشركة اتصالات الراعي الرئيسي والاستراتيجي للنادي الأهلي، وأدعو المهندس أحمد يحيى لإلقاء كلمة في هذه المناسبة بعد هذا الفيديو، فليتفضل. لما تفكر تسبق ما تسبقش غير نفسك، ساعتها هتبقى سابق بكتير. اتصالات من إي آن سبقت نفسها وبقت أول شركة تكنولوجيا بتقدم لك حلول متكاملة. اتصالات من إي آن سابق بكتير. مساء الخير عليكم جميعا. سعيد بوجودي مع حضراتكم النهاردة، وبشكر الكابتن محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة على دعوتنا النهاردة عشان نكون موجود في حدث بالحجم ده. الحقيقة دايما وجودنا مع النادي الأهلي في أي حاجة حاجة مشرفة، بنتشرف دايما بوجودنا وبشراكتنا. يمكن بتقدم الأول بالتهنئة بالنيابة عن مجلس إدارة شركة اتصالات في مصر والإمارات. الحقيقة يعني مش أول مرة شراكة، كان لينا شراكة في الفترة من 2012-2013، لكن الحقيقة المرة دي شراكة مختلفة، ويمكن الحمد لله بنقول ربنا وفقنا مع بعض، وكان وشنا حلو على النادي الأهلي في أول سنة رعاية. يعني ما ينفعش يبقى في سنة بالنجاح ده مع أول سنة رعاية وما نكونش فخورين باللي اتحقق من بطولات. يمكن الأرقام والنتائج بتتكلم عن نفسها، وأكتر حاجة بتسعدنا الحقيقة في الشراكة هو تعاوننا مع إدارة محترفة. يمكن المرة دي وإحنا بنتعاون مع بعض وبناخد قرار الشراكة، وجود قيادة محترفة بقيادة الكابتن محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة كانت من الحاجات اللي شجعتنا الحقيقة أن إحنا نرجع في رعايتنا تاني للنادي الأهلي. وجودنا مع الأهلي حاجة تزيد قيمة لأي شركة الحقيقة في التعاون. وجودنا كراعي رئيسي وشريك تكنولوجي يمكن المرة دي مع النادي الأهلي مختلف عن الرعاية القديمة. بنحاول نكون في ظهر النادي الأهلي في كل حاجة ممكن نقدمها من مساعدة، ويمكن كان باين جدا النجاحات اللي الإدارة المحترفة بتحققها، وما فيش نجاح بيجي صدفة. يعني السنة اللي بنشوف فيها عدد البطولات بيتحقق مش في رياضة واحدة، في مجموعة رياضات مختلفة، ده مجهود يعني مجلس إدارة محترف فاهم بقيادة الكابتن محمود الخطيب، لعيبة بتحط مجهودها، أهالي بتساعد اللعيبة، جماهير في ظهر النادي. فالحقيقة تاني يعني إحنا متشرفين بوجودنا مع حضراتكم النهاردة، متشرفين بعقد الرعاية اللي موجود بيننا، ويا رب دايما من نجاح لنجاح، ونبقى دايما كده فرحانين مع بعض بنتائج كويسة، وإن شاء الله في ظهر النادي الأهلي في أي حاجة الفترة الجاية. وألف مبروك، ونتمنى لكم التوفيق دايما يا رب إن شاء الله. شكرا جزيلا المهندس احمد يحيى الرئيس التنفيذي لقطاع الافراد بشركه اتصالات مصر شريك النادي الاهلي، الشريك الناجح والاستراتيجي الحقيقه في شراكه مستمره لسنوات قادمه نرجوها بكل تاكيد مثمره وناجحه. الشريك الثاني الحقيقه في النجاح ربما ايضا شريك جديد، يعني هو اول مره يوقع مع النادي الاهلي، بس من حسن الطالع وقلنا الكلام ده وقت المؤتمر الصحفي اللي اعلنا فيه عن هذه الرعاية وهذه الشراكة، انه بنك ومؤسسة اقتصادية عملاقة، بنك ابو ظبي الاول مصر فاب اللي بيتولاه على الاقل في مصر الحقيقة برضو زي ما قلت قبل كده رجل اهلاوي حتى النخاع، هو السيد الاستاذ محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب الذي أدعوه أيضاً لإلقاء كلمة في هذه المناسبة. بقول لكم إيه؟ تفتكروا في حد في الأهلي مش حريف كرة؟ الكرة طول عمرها روح النادي الأهلي ومصدر نجاحه لأكثر من قرن. إحنا في فاب مصر فخورين إننا شريك لأنجح نادي في أفريقيا في كل الرياضات، ومن النهاردة هنبني مع الأهلي نجاحات جديدة في الكرة وفي كل رياضة ثانية. شكلهم كلهم حريف الكرة. طبعا فاب مصر شريك نجاح النادي الاهلي في كل رياضه، النجاح بيبني نجاح. بسم الله الرحمن الرحيم. كل التحيه والتقدير للنادي الاهلي العريق، رئيسه الكابتن محمود الخطيب، الساده اعضاء مجلس الاداره المحترمين، جمهوره العظيم في مصر كلها،
أعضائه، لاعبيه، مدربيه، إداريه، كل العاملين فيه حقيقة يعني. سعداء طبعاً بوجودنا النهاردة معاكم في هذه الاحتفالية وهذا العام الاستثنائي، واللي إن شاء الله مش هنعتبره استثنائي، هنعتبره دائم. وزي ما قال أستاذ شريف، إحنا يمكن أول سنة كبنك رسمي وراعي رسمي للنادي الأهلي، تعهدنا منذ اليوم الأول على أن نكون لسنا داعمين فقط بالناحية المادية، ولكن داعمين بالأفكار. لا ندعي أننا يعني قمنا الحمد لله خلال الأشهر الماضية بدعم كبير للنادي الأهلي، رغبة منا في تحقيق أولا يعني الشعار الذي ننتمي إليه، وهو النجاح بيبني نجاح، والنجاح ليس غريبا على النادي الأهلي. ولكن ما شاهدناه هذا العام من جهد سواء من كل القائمين والعاملين فيه يدعونا للفخر. فبالنيابة عن الأصالة عن نفسي وبالنيابة عن كل البنك، مجلس إدارة وكل العاملين فيه، بنهنئ النادي الأهلي على هذا النجاح الكبير، وبنتمنى له التوفيق إن شاء الله في 24 و25 و26 وعلى طول الدوام، لأن هي دي المكانة الحقيقية للنادي الأهلي، وهو ده اللي بيخلي دايما مصر متقدمة في المجال الرياضي. نجاح النادي الأهلي بأكد عليه تاني هو نجاح لكل الرياضة المصرية وتمثيلها المشرف في كل المحافل سواء الأفريقية أو العالمية. فكل التقدير والتحية لكل من ينتمي للنادي، وبنوعد إن شاء الله إن احنا نكون داعمين وساندين لهم بالأفكار والإمكانيات التي تحقق المزيد والمزيد من البطولات، وإن شاء الله يزيد عن الخمسة والستة ويمكن في كل الألعاب. ونحن سعداء فعلا إن السنة دي الإنجاز حصل في كل الألعاب وليس في كرة القدم، ولكن كرة القدم أنا عارف إن هي بتاخد يعني الطابع الأكبر، ولكن كل الألعاب ده بيخلينا دايما متشرفين بأن نكون داعم ومساندين. كل التحية للنادي الأهلي من هذا الصرح الكبير والجميل، وكل التحية للحاضرين، وإن شاء الله السنة الجاية نتكرر هذا الحفل ويكون الاحتفال ببطولات أكبر وتمثيل مشرف لمصر وللنادي الأهلي. شكرا جزيلا على الدعوة الكريمة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أستاذ محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر فاب، على هذه الكلمة الإضافية. الحقيقة متحدثنا القادم هو من أرض الفيروز، هذه الأرض التي ارتوت رمالها الحقيقة بدماء شهداء أبرار ضحوا بالغالي والنفيس لتستعيد مصر العزة والكرامة. ويقف دائما أهل سيناء الشرفاء حجر عثرة ضد كل من تسول له نفسه النيل من مقدرات هذا الوطن. متحدثنا بيقود شركة وطنية مصرية بامتياز شاركت النادي الأهلي للمرة الأولى في بعض المحافل، وستشاركه أيضاً في المستقبل. وعندما نتحدث عن أرض سيناء فأنت تتحدث عن قطعة عزيزة وغالية على نفوس كل المصريين وعلى نفوس كل شخص وطني بينتمي إلى تراب هذا البلد، هذا البلد الكبير كما ذكرنا الذي لا يمكن له أبداً أن يهتز أو يتراجع مهما واجه من تحديات. زي ما بيقول الخال عبد الرحمن الأبنودي: يا مصر مدي خطاكي لا تهدي، ويكعبلوكي قوم انهضي ومدي، مدي خطاكي لا تهدي، ويكعبلوكي قوم انهضي ومدي، عظيمة بولادك بتبني ووقفة تتحدي. خلوني أرحب بالسيد المهندس إبراهيم العرجاني رئيس مجلس إدارة العرجاني جروب، فليتفضل. شراكة النادي الأهلي والعرجاني جروب شراكة وطنية، شراكة في المسؤولية تجاه بلدنا والنادي الأهلي، غالي على كل المصريين. سعداء جدا بالتعاون مع النادي الاهلي العظيم، النادي اللي ليه سمعه طويله من قديم الموسم، واحنا سعداء بالشرف. عايز اهنئ كل الابطال اللي شرفونا وشرفوا ناديهم وبنحتفل بيهم النهارده. بهنئ طبعا مجلس اداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب
وبهنأ أنفسنا كمان على الشراكة الناجحة واللي كنا بنعتز بيها، هذه الشراكة الوطنية بين النادي الأهلي والعرجاني جروب. عايز أقول كلمة أخيرة ومن غير تعصب، يا بخت مصر بالأهلي ويا بخت الأهلي بمصر، كل سنة وانتم طيبين. شكرا جزيلا للمهندس إبراهيم العرجاني رئيس مجلس إدارة العرجاني جروب على هذه الكلمة السريعة والمعبرة الحقيقة عن هذه الشراكة. زي ما قلت لحضراتكم أن اسم النادي الأهلي والتعامل معه كعلامة تجارية تجذب كبريات الشركات والمؤسسات الاقتصادية للعمل مع هذه المؤسسة الناجحة المنضبطة، يكفي أن نرى هذه الوجوه المضيئة. يعني أنا وددت الحقيقة لو أني أوجه التحية لكل قيمة وقامة مصرية وأهلوية موجودة معنا في هذا المجتمع الذي يزدان بهم هذا الحفل وهذه الاحتفالية، أهلي 2023، أهلي استثنائي. عندنا الحقيقة مجموعة أخرى من الشركاء، سنستمع إلى البعض ثم سيكرم الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الجميع، لكن خلونا ناخد الاستراحة فنية. تعرفين أنه كتير من المحبين والعاشقين من فنانين ومطربين غنوا للنادي الأهلي وتغنوا ببطولاته وإنجازاته. عندنا النهاردة كورال متميز من مجموعة من الموهوبين والمبدعين، هو كورال هارموني، جهز لنا مدلي من كل إبداعات المحبين والفنانين والعاشقين للنادي الأهلي، هنستمع إليه في الدقائق القليلة القادمة. Thank you.
بتسلم بعض تاريخ مكتوب والكل في واحد ونتيجة دم النادي الأهلي المصري بقى رقم واحد العالم شاهد على أمجاده إنه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده واحد 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 أجيال بتسلم بعض تاريخ مكتوب والكل في واحد ونتيجة دم النادي الأهلي المصري بقى رقم واحد العالم شاهد على أمجاده إنه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده واحد 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 أهلي فيكم حد مش اهلاوي. شكرا لفريق هارموني على هذا الابداع وشكرا لقائد الفريق محمود وحيد. شكرا يا اجدع اهلاوي. نعود الحقيقة للاستماع والاستمتاع بشركاء النجاح، شركاء العمل والمصير زي ما قلنا لحضراتكم. شركة شل الزيوت مصر من الشركات اللي شراكتها وعلاقتها مع النادي الأهلي ممتدة، مش راعي جديد الحقيقة، دايما في ظهر النادي الأهلي، ولذلك كان في حرص من الشركة على تجديد هذه الشراكة وهذه الرعاية في ظل سعادة بالتأكيد من النادي الأهلي. أدعو السيدة الفضلة الأستاذة أمال الشيخ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
لشركة شل للزيوت مصر لإلقاء هذه الكلمة، فلتتفضل. رابع مرة هنجدد فيها الرعاية مع النادي الأهلي على مدار العشر سنين اللي فاتوا، ومن هنا أنا بقول دايماً في ظهر النادي الأهلي. التعاقد مع شركة شل، شركة كبيرة جداً في مجال الطاقة والبترول، ليها دور كبير جداً في مصر والعالم أجمع، والنادي الأهلي زي عادته دايماً بيعمل شراكة مع كيانات اقتصادية كبيرة وعملاقة. مساء الخير جميعا، وفي البداية طبعا بحب أشكركم على الدعوة الكريمة لحضور الحقيقة احتفالية كبيرة جدا للنادي الأهلي النهاردة تحت مسمى موسم استثنائي أو الأهلي استثنائي. فألف مبروك، الحقيقة دي البداية الواحد لازم فعلا يقول ألف مبروك على الإنجاز العظيم اللي اتحقق في 2023. والحقيقة معلش شكرا، بحب طبعا أوجه كل التحية والتهاني القلبية لكل المنظومة في النادي الأهلي، وعلى رأسها طبعا الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، جميع السادة الأفاضل من مجلس إدارة النادي الأهلي، والحقيقة أكيد المنظومة الكبيرة جدا من الجهاز الإداري التنفيذي والفني، قامات كبيرة من نادي الأهلي النهاردة الحقيقة أول مرة حاضرة ويبقى فيها جمع كبير جدا كده من أعضاء النادي الأهلي، الحقيقة حاجة تفرح وتشرف وتسعدنا. والعشر سنين زي ما حضرتك تفضلت، لا ده إن شاء الله بإذن الله يبقوا أكتر من كده. الحقيقة أنا عايزة بس أوضح يمكن إحنا أهمية الشراكة أو أهمية الرعاية، أنا بسميها برضو شراكة الحقيقة، والرعاية لشركة شل الزيوت في مصر للنادي الأهلي، لأن إحنا شايفين قد إيه المنظومة الحقيقة بتشتغل بشكل، والحقيقة يعني اتذكر الكلام ده في البداية، منظومة متكاملة، منظومة فيها إتقان وفيها الحقيقة تفاني. والهدف الأساسي اللي بيطلع منه أو الحقيقة اللي بيتحقق من المنظومة دي، غير أكيد البطولات اللي احنا شايفينها النهاردة، بس الطريقة اللي احنا شايفينها بيها واللي أنا شخصيا بترجمها إنه في ارتقاء بالرياضة في جمهورية مصر العربية، فده نمرة واحد بالنسبة لنا لما بنشوف الإنجازات دي. نمرة اتنين هو حقيقي تشجيع شبابنا وعلى الرياضة بصفة عامة، وأكيد غرس كل المصل والقيم المهمة الحقيقة اللي أنا شخصيا بشوف إنها مهمة للمجتمع النهاردة. والنادي الأهلي من خلال الإنجازات دي الحقيقة بيقدم وبيدعم أبطال كتيرة جدا زي ما احنا شايفين، والأبطال اللي احنا شفناهم النهاردة هم حقيقة يعني معلش اعذروني، هم مش بس أبطال النادي الأهلي، هم أبطال بشوف إن هم مثل أعلى لينا كلنا الحقيقة، قدوة كمان لأولادنا ولبناتنا. فبحب أشكر كل الأبطال والفريق الرياضة النهاردة اللي كانوا موجودين، سواء فرق جماعية أو فردية، أنا شايفة فرق جميلة جدا من الرجالة والستات، ويعني رجال وسيدات، الحقيقة إنجازات أنا بعتبرها جزء من مصر النادي الأهلي، فاعذروني لو أنا هعمم الموضوع شوية. مجهود عظيم حقيقة، نتيجة مبهرة، احتفال أنا شايفة برضو إن هو احتفال ضروري إن هو كان يحصل، علشان لما الواحد بيشوف الإنجازات دي في مكان واحد بيقدر يقدر قد إيه المجهود اللي اتحط والمنظومة والتتويج الحقيقة لكل المجهود اللي معمول من منظومة متكاملة الحقيقة. أنا كنت ذكرت قبل كده في افتتاح أو في الاحتفال تجديد الشراكة أو الرعاية مع النادي الأهلي من شركة شل زيوت في مصر سنة بداية السنة دي، بتالي اللي هو احنا بنجدد بقى بعد عشر سنين، إن الاستمرارية
والتميز والروح المقدامة. الحقيقة هي جزء، معلش الصوت، هي جزء من السمات اللي بالحقيقي بيتميز بيها النادي الأهلي والقائمين على هذا الحصر العظيم الحقيقة. والنهاردة بالفعل احنا بنأكد تاني أهمية وتعزيز هذه المكانة بالنسبة لنا. لما بنتكلم على الشراكة انا بقول احنا يعني في الاخر احنا فخورين جدا بهذه الشراكة حقيقة من 10 سنين ومكملين. واحب ان انا اكد من هنا ان من خلال هذه الرعاية احنا دايما في ظهر الاهلي، ده مش كلام او مش يعني ما فيش تردد في الموضوع. احنا 10 سنين وان شاء الله مكملين، لان زي ما حضراتكم شايفين هي شراكة مش مجرد رعاية. فقبل ما اختم الحقيقة اهم يعني برضو من يعني مش اهم من كل الجموع، بس يعني في جزء مهم جدا او ناس مهمة جدا حابة اشكرهم، هو جمهور النادي الاهلي العظيم. الحقيقة حقيقة انا شايفة ان ده جمهور بيكمل المنظومة كلها، دايما في ظهر برضو النادي الاهلي وبيسنده وبيعزز الرياضة بشكل راقي. في يعني في الختام انا بحب اشكر كل من يعني قائمين على جهاز النادي الاهلي وبالنيابه عن شركه شل للزيوت في مصر. بتمنى للكل التوفيق والنجاح ومزيد من البطولات في المواسم الجايه ان شاء الله. فالف الف مبروك والف شكر على الدعوه مره ثانيه. شكرا. شكرا للسيدة الأستاذة أمال الشيخ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شيل لزيوت مصر على هذه الكلمة. زي ما تفضلت 10 سنين من الشراكة ومكملين، أيضا كيان اقتصادي كبير وشركة رائدة في مجال الدهانات في مصر والشرق الأوسط هي شركة جي إل سي، شراكة قديمة جديدة مستمرة بإذن الله. سيد الأستاذ محمد أمين الحوت المدير التنفيذي لجي إل سي. دهانات جي إل سي وعلى مدار أكثر من 25 سنة هي من رواد مصنعي الدهانات الإنشائية ذات الجودة العالمية. حصلت الشركة على العديد من الجوائز كأفضل شركة دهانات إنشائية في مصر، وكمان في التصميمات بالألوان المبتكرة الجديدة واتجاهات الألوان السنوية اللي بتلبي شغف المستهلكين وبتساهم في تعزيز المشهد الإبداعي في مصرنا العزيزة. والنهاردة جي إل سي أكبر شركة دهانات إنشائية في مصر بفروع ومراكز تلوين منتشرين في جميع محافظات مصر، وبنصدر تحت اسم صنع في مصر للدول العربية والأفريقية. عندنا إيمان راسخ في جي إل سي بأهمية الرياضة ودورها في تنمية المجتمع والحفاظ على شبابه، وإحنا في كتف النادي الأهلي، نادي القرن العريق، عد علينا 6 سنين بطولات وإنجازات وحصد ألقاب. والنهاردة في العام الاستثنائي هنفضل نقول دهانات جي إل سي في كتفك يا أهلي. مساء الخير على الجميع. الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الأستاذ محمد يحيى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتسويق الرياضي، الأستاذ سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة برزنتيشن، حضور الكريم. في البداية أوجه التحية لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب الرمز والتاريخ، وقد تشرفنا بتجديد شراكتنا مع النادي الأكبر في الشرق الأوسط ومن أعرق الأندية على المستوى العربي والأفريقي والعالمي، ونتمنى المزيد من النجاح خلال رحلتنا سويا كشركاء نجاح. وتتقدم دهانات جي إل سي التهنئة للنادي الأهلي على الموسم الاستثنائي الذي نحتفل به الليلة تتويجا للإنجازات الرياضية التي تم تحقيقها في جميع الألعاب الجماعية والفردية خلال الموسم. كما تفتخر دهانات جي إل سي بالشراكة الاستراتيجية التي تربطها بالنادي الأهلي، وتتشرف كونها شريكة للنادي في الإنجازات والنجاحات التي تحققت في مختلف المجالات. بالتأكيد نثمن على الدور الكبير التي تلعبه شركة برزنتيشن وهي شركة التسويق للنادي الأهلي، وعلى دورها الفعال في ترسيخ العلاقات مع شركاء النجاح. وفضلاً عن كون شركتنا دهانات جي إل سي من رواد مصنعي الدهانات الإنشائية وتساهم في تعزيز المشهد الإبداعي في مصر،
فهي أيضا تؤمن بأهمية دور الرياضة كعمود فقري للشباب، لذا لم نجد أفضل من النادي الأهلي لنكون شركاء له، ونفخر بهذه الشراكة التي تأتي من منطلق دعمنا لقطاع الرياضة ودورنا في المسؤولية المجتمعية. وتتميز شراكتنا مع النادي الأهلي أننا دائما نقدم أفكار طويلة الأمد تفيد الطرفين وتساعد في استمرار النجاحات والإنجازات التي تحققها الشركة والنادي العريق في مصر. لقد كان هذا الموسم استثنائيا للنادي الأهلي، حيث استعاد في سيطرته الأفريقية وتألق في المحافل العالمية، وهو الوضع المعتاد والطبيعي للنادي، ونحن نفخر بكوننا جزء من هذا النجاح الذي نأمل أن يستمر ويتواصل في انتصارات الأهلي، وهو بالتأكيد انتصارات للشراكة. وتظل دهانات جي إل سي دائما في كتف الأهلي، لذلك فنحن دائما سنظل في كتف النادي الأهلي، ونتطلع إلى إنجازات أكبر ونجاحات أكثر خلال الأعوام القادمة من شراكتنا الاستراتيجية وحظ كافة البطولات. عايز أشكر شكر استثنائي فريق ذو الهمم، وإن شاء الله بالمناسبة اللي هو كسب حقه بطولات حيتم التواصل مع النادي، وحيتم تقديم مكافأة مالية خاصة للفريق بتاع ذو الهمم. شكرا ليكم، جي إل سي في كتف الأهلي دايما. شكرا جزيلا الأستاذ محمد أمين الحوت المدير التنفيذي لشركة الدهانات الرائدة جي إل سي على هذه الكلمة. آخر المتحدثين من شركاء النجاح، الشركاء الحقيقة كثر يعني، لكننا سنكتفي بمتحدث أخير قادم، وهو ممثل لشركة مقاولات وتعمير عملاقة الحقيقة ليس في مصر فقط ولكن في المنطقة العربية، شركة المراسم. أدعو السيد شيرين حلمي نصار نائب الرئيس التنفيذي لإلقاء كلمته في هذه المناسبة، فليتفضل. امتدادا لرسالة البناء التطوير في جميع مجالات عملنا من إنشاءات وتطوير عقاري وصناعات. ولما الأهلي بيشترك في رعاية بيكون هدفه الأول الكيانات الكبيرة والمؤسسات الضخمة الكبيرة الناجحة. واليوم نعتبره بداية مرحلة جديدة للتطور والقائم على التعاون مع كيانات عملاقة، حيث تلتقي مجموعة المراسم المصرية على أرض الكنانة مصر الدنيا، وحنحافظ على الكيان العظيم ده. واحنا سعداء بالشراكة لأنه يملك رؤى وفكر متطور. المراسم الراعي العقاري الرسمي للنادي الأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، أو نقول بقى مصنع الأبطال، سادة أعضاء مجلس إدارة، سيدات وسادة الحضور، يشرفني نيابة عن المهندس عمر بن لادن رئيس مجلس إدارة شركات المراسم، والدكتور مهندس خالد بن لادن نائب رئيس مجلس إدارة، والمهندس طارق حلمي رئيس تنفيذي، وجميع العاملين بشركات المراسم، أني أتقدم بالتهنية للنادي الأهلي مجلسا وأعضاء ومحبين على هذه الإنجازات الرياضية التي تم تحقيقها على مستوى جميع الفرق. وإن كانت هذه الإنجازات هي جزء من سلسلة طويلة تمتد على مستوى عقود منذ نشأته، أسعد بها النادي وإداراته المتعاقبة جماهيره العريضة في مصر والوطن العربي، واستحق بها عن جدارة أن يكون نادي القرن. كما يسعدني أن أهنئ أيضا بالإنجاز المتميز ألا وهو افتتاح الصرح الجديد بالتجمع الخامس، والذي انتظرناه جميعا لتكتمل به المنظومة الرياضية والاجتماعية للنادي الأهلي لخدمة أعضائه. مرة أخرى أهنئ جميع منتسبي النادي الأهلي من مجلس وأعضاء ومحبين، مع تمنياتنا باستمرار التطور والتطوير لرأس وقلب المنظومة الرياضية في مصر والعالم العربي النادي الأهلي، وشكرا. شكرا جزيلا السيد المهندس شيرين حلمي نصار نائب رئيس تنفيذي لشركة المراسم للتطوير العمراني مصر على الكلمة، على الشراكة، على استمرار العمل إن شاء الله لما فيه صالح النادي الأهلي وهذا الكيان الاقتصادي الكبير. وصلنا إلى الكلمة الختامية لهذه الاحتفالية، وهي أخيرا وليست آخرا يعني.
عندما تتحدث عن رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في هذا التوقيت شكرا جزيلا سعادة المستشار محمود فهمي. دائما نتحدث أن المسيرة ناجحة، أو لا تقل ناجحة بل قل متفردة. مسيرته متفردة، أخلاقه رفيعة، عطاؤه مخلص، عمله لا محدود، صمته نبيل. محمود الخطيب فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وحضراتكم طيبين. وفي البداية وقبل ما أتكلم عن احتفالية النهاردة والبطولات والأبطال اللي شرفونا، لازم في الأول نحمد ربنا سبحانه وتعالى، نحمد ربنا ونشكره على التوفيق والنعم اللي ادهلنا. الحقيقة نعم ربنا كتيرة جدا، وتوفيق الله قبل أي حاجة تانية اللي خلونا النهاردة موجودين دلوقتي علشان نحتفل بموسم ذهبي، موسم تاريخي للنادي الأهلي، مش بس على مستوى الفرق الرياضية اللي هنسعد بيهم النهاردة أو سعيدنا وهنسعد بيهم النهاردة، لا كمان على صعيد البنية التحتية والمنشآت في كل الفروع. الحمد لله احنا من 3 شهور بس افتتحنا الفرع الرابع للنادي الأهلي في التجمع الخامس بتكلفة عدت 1.5 مليار، وبنسعى حاليا في الإجراءات علشان يكون لينا فرع جديد في مدينة العالمين. بس زي ما حضراتكم عارفين الكلام ده لازم يتعرض الأول على الجمعية العمومية. كمان بتجيلنا عروض كتير من محافظات مختلفة علشان نعمل فروع هناك، واحنا مقدرين جدا جدا لكل العروض اللي جات لنا، وبندرس منها حاليا اللي يحقق مصلحة النادي وكمان يحقق تواجد النادي الأهلي في بقاع مصر بأكملها إن شاء الله. الحقيقة النهاردة برضو يوم من الأيام المميزة، يوم يخليك تشعر بالفخر، تشعر بالفخر بالأهلي وللأهلي، مش علشان إحنا مسؤولين ولا في موقع المسؤولية، لا علشان احنا منتمين لهذا الكيان العظيم. طبعا العظمة لله سبحانه وتعالى. الليلة وفي حضور كل الكوكبة دي اللي انا شايفها قدامنا من عيلة النادي الاهلي السادة الاعلاميين اللي احنا بنرحب بيهم، احنا بنحتفل بموسم هو الافضل من كل المواسم اللي كل المواسم، اعتقد انها كل المواسم اللي تقريبا مفيش نادي في العالم حصل او عمل هذا الانجاز وحصل على هذا الكم من البطولات في موسم واحد. وربنا سبحانه وتعالى يعلم، ربنا سبحانه وتعالى يعلم كم الضغوط اللي تعرضنا لها او تعرضنا ليها في الفترات
اللي فاتت. ربنا سبحانه وتعالى يعلم كم الضغوط اللي تعرضنا ليها في الفترات اللي فاتت، لكن الحمد لله والشكر لله. طبعا الإنجازات والأرقام اللي اتحققت أكيد بتحملنا مسؤولية أكبر في كل اللي جاي إن شاء الله، ولازم من دلوقتي كل فرد في منظومة العمل في النادي الأهلي سواء كان لاعب أو مدرب أو إداري أو موظف أو عامل، وقبلهم كلهم مجلس الإدارة، كل زمايلي في مجلس الإدارة، أنا وكل زمايلي في مجلس الإدارة، كل واحد فينا لازم يكون مستعد للي جاي ويعرف إن مسؤولياته بقت أكبر وأكتر، علشان بفضل الله نقدر نحقق النتائج التي تليق بالنادي الأهلي. وكمان وقبل ما أشكر كل بطل من أبطالنا اللي بنحتفل بيهم، عايزه بالنيابة عن زمايلي في مجلس الإدارة نهدي كل البطولات دي لجمهور النادي الأهلي، جمهور الأهلي اللي أنا مهما شكرته مش هديله حقه، ومش هكون مبالغ أبداً لو قلت إن إحنا محظوظين بجمهور النادي الأهلي أو بجمهور الأهلي. عشان كده أنا بهديهم هذا الإنجاز اللي يستحقوه، هم اللي يستحقوه، وبقول لهم النادي الأهلي محتاجكم أكتر في اللي جاي، وأنا بقول الكلمة وبقصدها، اللي جاي صعب وصعب جدا، وأنا بقصد الكلام ده، اللي جاي صعب وصعب جدا. وجمهور الأهلي هو كلمة السر في تجاوز كل الصعاب، بعد طبعا توفيق ربنا سبحانه وتعالى. بمناسبة الكلام عن الجمهور، الحقيقة احنا خطبنا اتحاد الكورة من اسبوع تقريبا، وطلبنا منهم يتواصلوا مع الجهات الأمنية علشان يكون الحضور الجماهيري في الموسم الجديد بالسعة الكاملة في كل المباريات، ولكل الأندية في كل المباريات، ولكل الأندية ليه لا. واحنا هنخاطب كمان باقي الاتحادات الرياضية علشان زيادة الحضور الجماهيري في كل اللعبات. والحقيقة الأمن ورجاله المحترمين نجحوا بامتياز في كل التجارب في المواسم اللي فاتت، والأمن يملك من الكفاءة والقدرة على ده، وإحنا بنشكره على كل مساعداته ودوره الواضح في إقامة كل الأنشطة الرياضية. يا جماعة، الجماهير عنصر أساسي ورئيسي، ولازم الجماهير ترجع بأعلى سعة، والدولة المصرية وكل مؤسساتها الوطنية ما بتتأخرش وبتساعد على ده، بس احنا لازم نعمل اللي علينا ونجهز نفسنا ونرتب كل حاجة صح قبل بداية الموسم الجديد. نرجع مرة تانية لاحتفالنا، احنا بنشكر كل بطل من أبطالنا النهاردة، ونشكر كل جهاز فني وكل جهاز إداري وكل جهاز طبي وكل موظف وعامل. مش عايز أنسى كمان أسر وأهالي اللعيبة والمدربين والإداريين ودورهم الكبير في مساعدة ولادهم. جماعة الأهالي بيشيلوا عبء كبير جدا جدا، الأهالي بيتحملوا فقط أو يعني كفاية أنهم يتحملوا الأعصاب اللاعب أو المدرب أو الإداري وبيستحملوهم، لكن الأهالي الحقيقة هم دول برضو مشاركين في النجاح.
بشكر كل فرق الرياضية، بشكر كرة السلة، كرة اليد والكرة الطايرة والسباحة والكاراتيه وكرة القدم، ألعاب القوة، تنس الطاولة، الجمباز، التنس، كل الألعاب، كل الألعاب اللي تفوقت ورفعت اسم الأهلي، وفي المقدمة ولادنا من ذوي الاحتياجات ومن ذوي الهمم اللي يستحقوا مننا كل اهتمام وتقدير، ويعين أسرهم ويعين أهليهم، ويعني أعتقد بإذن الله يعني جزاهم عند ربنا كبير جدا جدا أهالي ذوي الهمم. بشكر طبعا كل زمايلي في مجلس الإدارة، بشكر الإدارة التنفيذية، بشكر كل اللجان المعاونة، بشكر كل واحد ساهم في سعادة جمهور الأهلي. معلش اسمحوا لي أتكلم بإيجاز عن كل قطاع لمدة نص دقيقة، يعني حاجة بسيطة جدا. يعني النشاط الرياضي، الحقيقة منظومة العمل في النشاط الرياضي اجتهدت كتير الموسم ده، والكابتن خالد العوضي والناس اللي معاه اشتغلوا بشكل كويس، وكان في دعم كامل من مجلس الإدارة لكل اللعبات، والحمد لله تحققت النتائج اللي يعني أسعدتنا كلنا. لكن برضو لازم نقف هنا، لكن برضو لسه عندنا بعض الأمور محتاجين نشتغل عليها كويس وبشكل أفضل، ودي مسؤوليتنا ومسؤولية الأجهزة المسؤولة وإدارة النشاط الرياضي. عايز أحيي فرق النشاط الرياضي، بقول لهم اللي جاي مش هيكون سهل، أنا عدت الكلام ده تاني لأن أنا أعنيه كويس، اللي جاي مش سهل، البطولات اللي كسبناها خلاص بقت في التاريخ، ولازم نبص للمستقبل. كرة القدم، الحقيقة كرة القدم في الموسم ده حققت نجاحات كبيرة جدا، سواء على المستوى المحلي أو المستوى القاري، وأتمنى من ربنا سبحانه وتعالى بإذن واحد أحد يتحقق حلمنا الكبير في كأس العالم اللي جاي في السعودية بإذن الله. عايز أشكر كل منظومة الكورة، لجنة التخطيط، عايز أشكرهم، شركة الكورة اللي أصبح ليها دور في دعم موارد كرة القدم، فأنا بشكرهم جدا. الجهاز الفني بقيادة مستر كولر، والجهاز الإداري، الجهاز الطبي، كل العاملين في قطاع الكرة. وهنا يعني هنا عايز أقف عند بعض الأسماء اللي احنا لازم نذكرهم ونشكرهم، وهبدأ بالكابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد واحد من ولاد النادي المتميزين، اشتغل بإخلاص وبذل مجهود كبير، وأدى رسالته على مدار 12 سنة مدير للكورة، طبعا متفرقين آخرهم خمس سنوات متصلين، وإحنا بنشكره طبعا على كل اللي قدمه للنادي. عايز كمان أشكر الدكتور أحمد أبو عبلة، الراجل اللي ما قصرش لحد آخر مباراة، وزي ما بقول دايما كل مرحلة يا جماعة ليها احتياجاتها، والحقيقة ولاد الأهلي المخلصين بيتفهموا الأمر ده، بيفهموا الأمر ده كويس، ودايما إحنا في الأهلي وده عرف عندنا من 1907 لغاية النهاردة، دايما إحنا في الأهلي جيل بيسلم جيل، وده سبب رئيسي من أسباب استقرار النادي الأهلي. عايز أشكر كمان كل اللعيبة اللي ما كانش لها نصيب ليهم نصيب يكملوا مشوار معانا، كلهم لعيبة محترمة جدا ومتميزة جدا، وبنتمنى ليهم كل التوفيق. وبالتأكيد باب النادي الأهلي هيفضل مفتوح قدام ولاده المخلصين في أي وقت. مش عايز كمان أنسى شركاء النجاح، رعاة النادي، مفيش شك الرعاة بصفة عامة ليهم دور كبير جدا ورئيسي في صناعة الرياضة في العالم كله،
وهنا اسمحوا لي بقى ان انا اقول حاجه، حاجه جوايا يعني محتاجه ان انا اتكلم مع كل المسؤولين عن الرياضه في مصر فيها. يا جماعه الدنيا حوالينا بتتغير وبتتطور بسرعه جدا، واحنا محتاجين نتحرك، محتاجين نفكر، محتاج احنا كده ممكن الحقيقه يفوتنا يفوتنا حاجات كتير ونتعطل اكتر. انا بتكلم عن الرياضه المصريه بشكل عام. مش معقول مثلا، ده مثال، مش معقول الاتحادات الرياضيه بقى اعتمادها الاول، كل الالعاب اعتمادها الاول ويمكن الوحيد حسب معرفتي يعني في مواردها على الانديه، مواردها على الانديه، مواردها من الانديه، والانديه في نفس الوقت بتبحث عن موارد، الانديه نفسها بتدور على موارد. يا جماعه لازم يكون في امور لازم نعالجها بسرعه، الامور بتتصعب وده امر يقلق القطاع الرياضي كله وخاصه الانديه الجماهيريه، الانديه الشعبيه. لازم تكون في قرارات او مقترحات عاجله يتم تنفيذها علشان نساعد الانديه الشعبيه وكمان نواكب التطورات اللي بتجري حوالينا واحنا ما زلنا زي ما احنا. الحاجه المهمه جدا واللازم نتكلم عنها هي المسانده من المؤسسات الدوله وقيادتها لكل المنظومه الرياضيه، في المقدمه طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه. احنا بنشكره طبعا وبنشكر كل مؤسسات الدوله الوطنيه اللي بتساند كل الانديه والهيئات الرياضيه. مش عايز انسى الناس اللي تعبت معانا في تنظيم الحفل النهارده ودورهم في المشهد المتميز اللي حضراتكم بتشوفوه. فكروا لاعداد طويله مع الاداره التنفيذيه، مع اداره الاعلام عندنا، ازاي يبرزوا بشكل واضح كل الانجازات وكل الكؤوس، وازاي يحطوها في مكان واحد كل الكؤوس اللي حضراتكم شايفينها دي. عشان كده انا بشكر شركه روزنامه والمبدع هشام جمال. الحقيقه الراجل ده بقاله اسبوع ما نامش هو والناس اللي معاه علشان يعملوا حفل يليق بالنادي الاهلي وبجمهور الاهلي، وعشان كمان يسعدوا حضراتكم. معلش انا طولت عليكم شويه وطولت على حضراتكم، لكن في النهايه بشكر ربنا سبحانه وتعالى وبشكر كل الحضور وبجدد التهنئه لاعضاء وجماهير الاهلي، وبهنئ كل ولادنا في الفرق الرياضيه وبقول لهم المكسب لازم يزيدنا تواضع، اللي بيكسب وربنا بيديه اتواضع اكتر وكتافه تنزل اكتر وراسه تحت اكتر ما يتغرش، لان احنا ده ربنا مطلع علينا. المكسب لازم يزيدنا تواضع، في نفس الوقت لازم يحمسنا اكتر واكتر، وانا واثق ان وباذن الله كلكم هتكونوا عند حسن الظن وهتسعدوا جمهور الاهلي وترفعوا اسم نادي الاهلي، وده الاهم بالنسبه لينا كلنا. بشكركم جدا جدا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذن الكابتن محمود ان يبقى معنا بعض الوقت على المسرح. عايز تقول حاجه؟ اولا الشكر جزيل وموصول على هذه الكلمه الضافيه، كلمه من القلب كما اعتدنا دائما من الكابتن محمود الخطيب، حديثه عن فكره جيل بيسلم جيل
الحقيقة احنا تعلمنا في النادي الأهلي انه ده مش بس على مستوى النشاط الرياضي ولا فريق كرة القدم، ده حتى بالنسبة للمسؤولين يعني السادة أعضاء مجلس الإدارة، حديثه الدائم عن رؤساء النادي السابقين، نخبة متميزة الحقيقة من رموز النادي الأهلي وأعضاء مجلس إدارته السابقين الموجودين معانا النهاردة، بيتابع بنفسه الكابتن محمود الخطيب وبيكون حريص أنه ينسب الفضل لأهله ثم يتأكد من دعوة كل رموز ومسؤول النادي السابقين، فله كل التحية والتقدير أيضا، حق له أن نشكره على كل ما يقوم به من عمل جاد ومخلص لصالح هذا النادي العظيم. اسمحوا لنا نقول لشركائنا شكرا، والكابتن محمود الخطيب الحقيقة ممثلا لمجلس إدارة النادي الأهلي ولمنظومة النادي الأهلي بشكل عام أن يقدم دروعا يعني تعبر عن هذا التقدير لهذه الشراكة وهذا التعاون المثمر لكل شركاء النجاح. نبدأ بتكريم وتقدير الحقيقة مقدم في خصوصية للسيد المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن سبورتس وشركة استثمار استادات للاستثمار الرياضي. مهندس سيف الحقيقة تربطه علاقة قديمة بالنادي الأهلي، وانضمامه للشركة المتحدة التي تعمل تحت مظلتها سبورتس، شركة سبورتس الحقيقة بريزنتيشن سبورتس وأيضا استادات، عمق هذه العلاقة وأثمر هذه الشراكة الناجحة. لا صورة كابتن واتفضل. شكرا للسيد المهندس سيف الوزيري على كل ما يقدم لمنظومة الرياضة في مصر. الشركة المتحدة للتسويق الرياضي هي أيضا واحدة من الشركات العملاقة أو التي ولدت عملاقة تحت مظلة أيضا الشركة المتحدة، وهي المسوق الحصري لحقوق رعاية النادي الأهلي والتي أثمرت جهودها أيضا عن كل هذه الشركات الناجحة. يعني أنا محب الحقيقة للأستاذ محمد يحيى لطفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الذي أدعوه أيضا لنيل هذا التكريم والتقدير، والشكر الجزيل من الكابتن محمود الخطيب. سيد الأستاذ محمد يحيى لطفي، شركة اتصالات كما ذكرنا هي الراعي الرئيسي والشريك الاستراتيجي التكنولوجي للنادي الأهلي، ويمثلها اليوم السيد المهندس أحمد يحيى الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد نائبا عن المهندس حازم متولي وممثلا للشركة، واحد من الشباب النابه الحقيقة. بنك أبو ظبي الأول مصر فاب، والسيد الأستاذ محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب الذي نسعد الحقيقة بشراكة هذا الكيان الاقتصادي والمصرفي الكبير، وأيضا بعلاقة الأستاذ محمد عباس فايد
المشجع الأهلاوي الكبير الذي لا يفوت تقريبا مباراة أيضا للنادي الأهلي يعني. شركة شل الزيوت مصر، ويعني دائما معنا السيدة الأستاذة آمال الشيخ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شل، وشراكة كبيرة كما ذكرنا ممتدة لعشر سنوات أو يزيد ومتجددة أيضا هذه الشراكة. شكرا لشركة شل والأستاذة آمال الشيخ. شكرا للأستاذة أمال. شركة المراسم للتطوير العمراني الشريك يعني المهم للنادي الأهلي، والسيد المهندس شيرين حلمي نصار نائب الرئيس التنفيذي لشركة المراسم. الشركة الرائدة وراعي النادي الأهلي في مجال الدهانات الشركة جي إل سي، والسيد الأستاذ محمد أمين الحوت المدير التنفيذي لجي إل سي، فليتفضل. شركة كوكاكولا، السيد المهندس أحمد محمد منير رئيس مجلس الإدارة، وشراكة الحقيقة متواصلة مع النادي الأهلي. هل موجود المهندس أحمد؟ ننتقل إلى الجامعات الكندية في مصر، آخر من وقع معهم النادي الأهلي يعني شراكة تعليمية ورعاية متميزة، وأدعو الدكتور رامي سلام رئيس الجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة درة المدن الذكية في مصر والتي يشار إليها بالبنان الآن. دكتور رامي تفضل.
شركة أديداس راعي الفريق الأول والشركة العالمية المسؤولة عن ملابس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. ومعنا الأستاذة مريم عزب من شركة أديداس، فلتتفضل. الأهلي سعيد الحقيقة بالتصميم الجديد لزي أو ملابس النادي الأهلي في الموسم القادم إن شاء الله، وتكون فتحة خير لمزيد من الانتصارات. شكرا أديداس. شركة جرينتا الأستاذ عمرو حنة، فليتفضل. شكرا جرينتا. قبل شهور الحقيقة شهد معقل النادي الأهلي أيضا توقيع بروتوكول مهم بين مجموعة شركات النادي الأهلي وبين ومع مجموعة شركات الأورجاني أو الأورجاني جروب. هذا التعاون الحقيقة أثمر عن تعاون كبير وبناء ونموذج يحتذى في كيفية إدارة الاستثمار بين مجموعة الشركات التابعة للنادي الأهلي وبين مجموعة شركات وطنية وكيان اقتصادي كبير وعملاق في مجالات مختلفة. لذا التحية واجبة والتقدير للمهندس إبراهيم العرجاني رئيس مجلس إدارة العرجاني جروب، وليتفضل أيضا لتكريمه تقديرا من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. سأطلب أيضا من المهندس إبراهيم العرجاني أن يعني يظل بالمسرح. كابتن محمود الخطيب الحقيقة تقديرا ومجددا يود صورة تذكارية لجموع شركاء النادي الأهلي شركاء النجاح، بدءا من المهندس سيف الوزيري حتى جرينتا، فليتفضل الجميع. أدعو أيضا السيد نائب رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة، السيد أمين الصندوق والسيد المدير التنفيذي لهذه الصورة. Thank you.
استاذ خالد مرتجي كل اعضاء مجلس الاداره بناء على دعوه الكابتن محمود الخطيب، فليتفضل دكتور محمد شوقي، استاذ طارق، مهندس محمد سراج. نخبه متميزه الحقيقه من ابناء النادي الاهلي المخلصين الذين يعملون في تناغم ومعزوفه موسيقيه الحقيقه بقياده الكابتن محمود الخطيب. حاضر، يبقى مجلس الإدارة مع حضرتك. أدعو الآن كل المديرين الفنيين للفرق الجماعية المختلفة والمدير الفني للنادي الأهلي لكرة القدم مارسيل كولر وقائد الفرق أو كباتن الفرق أيضا يعني للصعود إلى المسرح بصحبة الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي لصورة تذكارية مع مجلس إدارة النادي الأهلي. السادة رؤساء الأجهزة والمديرين الفنيين وكباتن الفرق، شناوي ومستر كولر موجودين، شناوي طب حضراتكم جميعا كباتن الفرق، بس طمعانين ياخدوا صوره مع حضرتك كابتن، فهنستاذن الساده الافاضل اعضاء مجلس الاداره ورؤساء الاجهزه
يتفضلوا وصورة أخيرة مع قائد الفرق كباتن. شكرا. عندنا فقرة تكريمية استثنائية من نوع خاص الحقيقة. أنا بشكر السادة مديري الفنيين وكابات الفرق، داروا تفضلوا، شكرا جزيلا كابتن خالد العوضي، شكرا جزيلا. الكابتن محمود الخطيب الحقيقة كان حريص على تكريم أيقونات وبعض النماذج اللي قدمت عطاء كبير وجهد مخلص طوال سنوات يمتد ربما لأكثر من 40 عام داخل جدران النادي الأهلي. نماذج في النشاط الرياضي وأيضا في الفريق الأول لكرة القدم. جمهور النادي الأهلي كله يعرف عم حارس العامل المخلص في غرفة خلع الملابس. النهاردة كان في إصرار وتوجيه من الكابتن محمود الخطيب على تكريم عم حارس وكمان عم رجب سعداوي عامل ملابس النشاط الرياضي. هقول لكم أرقام هتذهلوا ليها الحقيقة، لكن بعد ما أدعو عم حارس لتسلم التكريم من الكابتن محمود الخطيب فليتفضل. حارس طوال سنوات عمره في النادي الأهلي ساهم في الفوز وفي حمل 100 بطولة، رقم تاريخي الحقيقة لرجل مخلص يعمل بجد واجتهاد في النادي الأهلي. أما عم رجب سعداوي عامل غرف ملابس الفرق الجماعية فساهم مع الفرق الرياضية والنشاط الرياضي في 300 بطولة. ربنا يديهم الصحة والعطاء. تكريم
هو من نوع خاص. هذا التكريم لنموذج إنساني فريد، لأنه زي ما قلنا إنه الرياضة للإنسانية تلعب وتمارس. حضراتكم فاكرين كان في مباراة مهمة للفريق الأول لكرة القدم في نهاية الموسم، نفتقد لاعبين كثر في خط الوسط، ثم رحل عن عالمنا الأستاذ عطية غلاب، وهو والد اللاعب ذو الرئات الأربع مروان عطية نجم الفريق الأول وخط المنتصف الحي. هذه الخسارة، لأنه الأستاذ عطية الحقيقة كان غالي طبعا على مروان، وكان خسارة فادحة بالنسبة له، لكنه بعد يومين اثنين 48 ساعة طلب من الكابتن سيد عبد الحفيظ أنه يتواجد في قائمة الفريق في المباراة التالية. كابتن محمود الخطيب النهاردة كان حريص على تكريم روح الأستاذ عطية، والد الكابتن مروان عطية، واللي بنتمنى له الحقيقة وبندعو له بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنه المولى سبحانه وتعالى فسيح جناته، وأنه يلهم مروان الصبر والعطاء ويستمر على هذا المنوال يعني بسيرة والده العطرة إن شاء الله. كل سنة وحضراتكم طيبين، دامت الإنجازات ودامت البطولات ودام النادي الأهلي في المقدمة، وحفظ الله مصرنا الغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لحضراتكم.